كنت شاد اليوم الطريق المطار، عيطوا لي قالوا لي راه لا فواتور ديالك طاح على بوطو لي كور زات دغيا. كيف ما كتشوف راه خسائر الطوموبيل راه شويه غراف، لا انا لا الناس اللي مورايا. نورمالمون هادشي ما شويه هادشي خصو كان ديجا يكون يديروا الصيانه افون ما يطراو هاد لي طومبيت بحال هكا. دوكو هادشي ما كانش عليه، خصو ديجا كاع يكون الا كانت شويه ديال لورينتاسيون ما كناش غنوصلوا لهادشي. سوا ديزون الا كانوا لي طومبيت بحال هكا ولا فيضانات ولا ولا ولا، السلطه ولا هادشي اللي السلطه تجي توقف على هادشي تشوف شنو طاري اكسيتيرا. كاينين بحال هادو صحاب ليدا كيجيو يديروا الصيانه ماشي حتى طرا الكريش الله يحفظ عاد باش نجيو نبداو نشوفوا شنو كان. الحمد لله اللي جات في الماتيريال ما جاتش في لي زيتر اوما، حيت الله يحفظ هذا بلاصه باساجي بزاف، الا جات شي واحد راه اوتوماتيكمون راه الله يحفظ راه تقدر تادي به الوفاه. فنورمالمون تنتمناو ان هادشي يتقاد دون لو بلو فيت بوسيبل، والحمد لله هادشي افات كثرة ولكن اوبليجي على هادشي خصو يتقاد وتكون عنده صيانه اللي فريمون تكون واقفه على الاساس. الحمد لله راه البنيه التحتيه غاده وكتقاد، ولكن بحال هاد لي ديفو خاصهم نورمالمون تكون عندهم شويه ديال حافظوا يقادوا هادشي تكون صيانه. بحال هذا راه ماشي لا بروميير فوا اللي غادي طرا في هادشي، ديجا راه كان كيترعد كيف ما كتشوف راه ليه راه كيحيدوا في هذاك ديجا حتى هو تيترعد الاخر حيدوه. دونك راه منين جيتو شافوا بحال هكا راه عارفين بلي هادشي ديجا هو راه قديم ماشي شي حاجه اللي جديده. اللي نورمالمون البارح داروا التحذير انها غادي تكون واحد لا طومبيت، اوتوماتيكمون كان عليهم يفكروا بحال هاد لي ديغا اللي غادي يطراو. الحمد لله اللي غادي تجي راه طامال دو فوا دابا كنشوف راه كاينين دي فوتو ديال شجرات طاحوا اكسيتيرا بزاف ديال لي تخو. الحمد لله اللي كتجي في الماتيريال كيف كنقولوا ما كتجيش في ليتر اومان، حيت الا جات في ليتر اومان راه سي غراف. الهوندا مسكين ها هو راه غير جي باساجي طاحت لي طاح على السلعه، هذا عنده طوموبيل لوكاسيون دوكو غيلقى مشاكل مع لوكاسيون. ما فاش كتكون طوموبيلتك راه او موان غادي تسنى وغادي تتبع لا بروسيدور، سوا ديزون غادي تمشي للمحكمه سوا ديزون المهم غادي تتبع البروسيدور كوم يلفو. نتمناو ان هادشي ما يبقاش يتكرر، نتمناو ان هاد الصيانه تكون كيف ما جات دابا هاد لا طومبيت تكون صيانه تجي فيت في ويسرعوا هادشي، وما نتمناوش الاضرار الناس اخرين. الحمد لله كتجي فيك وخوك المسلم ما تبغيش ليه الضرر، وهادشي اللي كاين ونتمناو هادشي يدوز على خير والله يبعد علينا هادشي. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.